أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بحث مستثنى دين ضرورية كبحث إن شاء الله مستثنى تاوكين بلى. أفرمي والأول أعني المستثنى بإلا إما متصل وهو المخرج من المتعدد بإلا، وإما منقطع وهو المذكور بعد إلا، غير مخرج من المتعدد. لمتن كدا فرمي والمستثنى بإلا بعد كلام موجب نحو جاءني القوم إلا زيدا. بحثي أو ما بودك أو تفسيري أو رأي ما بودك أفرمي أول دعنا من كمستثنى بإلا يا متصلة يا منقطعة. لشرحك شاخويني فرمي مستثنى يا بإلا يا بغير إلا جاء مستثنى بإلا كأولك يا متصلة يا منقطعة. متصل كامي كاكي من الله متصل أو يا كإخراج كرابي كرابي تدروا لمتعددك. متعدد يعني زي عدد، وتا دبي لم عبارة أو دردك أبي مستثنى منهم معناه هميشة زوتر بدتي لمستثنى. چونك أجر وكو يجوابن تونات واني بلي جاءني عمر الا زيد انه غلط اشتوى. بس ده بي متعدد بيعني خاون عدد بي داري افراد بلي شماره بيت لم عدد شماره اتو داني دا كي تدروا. جا دفرمي مستثنى بلا متصله متصل من دبي منقطع من متصله كي اويا لمتعددك حاد بيت تدروا. واتا ارتباطك بين مستثنى ومستثنى منه كببت وكو او مثالك لما تنك يا اخوان من است زيد داخل قومه لقوم استثنى كراو. واما منقطع يا مستثنى منقطع دبي وهو المذكور بعد الا ابيج مستثنى كالدواء الا وابيج واقع دبي بلا منتهى وكو متصلك لمستثنى منه كدردكرا ام غير مخرج بل غير مخرج من المتعدد أم لا متعدد خارج نابد واتا أو أد أو اسمك لدواء إلا وواقع دبل مستثنى منقطع دا خارج نابد لإسمك خاون شمارة وعدد بيت بوشون كجنس ينبيق ناخو أصلا ربط ينبيق ونيا باش. أو كاتو المتصل ديت السرسر كاري مستثنى متصل. مستثنى متصل إما مقدم على المستثنى منه أعني ذلك المتعدد أو مؤخر عنه. مستثنى متصل يا بيش مستثنى منه كذا كيبتوا بيش مستثنى منه كذا كيبتواني مستثنى منه يعني متعددك خاون شمال عددك. مستثنى متصل يا لبيش مستثنى من مستثنى متصل يا لبيش مستثنى من هو كويا يا لدواويتي جاء ام جاء اقل دواوبو اقل دواوبو. والمؤخر مستثنى اقل دوا مستثنى من هو بك اصل جواد بوابت اما بعد كلام موجب اي غير منفي يا لكلامك هذا بك كلامك موجب مثبت به وتنفي وشبه نفي تدانبت أويك أو بعد كلام غير موجب يا لدوا كلامك ودبيك كلامك تيا غير موجبت أي منفي يعني يعني منفي يعني منفي دبيت تقدك أجر موجب نبيت تبعته منفي دبيت. بس نتيجة بوبة شي بو إما بوبة وكفرمي فهذه أربعة أقسام أو تشوار باش.
شوار بشكان كامن المستثنى المتصل المؤخر بعد كلام مجيبين مستثناك متصل كجنسي مستثنى كلا قال مستثنى منه كيك بيه لدوا مستثنى منه كشو بيه لكلام موجب ده بي أويك دو والمستثنى المؤخر بعد كلام منفي مستثنايك تشاولي بلان اويش لكلامي تام يعني مستثنى مستثنى منه كذكر كلابيت بلام لدوا مستثنى منه كشو بيت بلام منتهى لكلامي منفيه بي ولكلامي مثبته انا بيت اودو سي والمستثنى المتصل المقدم بعد المنفي مستثنايك متصل كالبيش مستثنى منه كو قرار بجريو بلام لكلامي منفي بيت مستثنايك متصل يعني جنسي مستثنى منه كلا قال مستثنى كيك بيه ومقدمش بمستثنى بس مستثنى منه كدا لدوك لكلام في شابت أوصي والمستثنى من القاتل أو تشوارك أم تشوار بشا ثلاثة منها واجب النسب وواحد منها مختار رفعه سيدانان واجب منصوب يك دانشيان بسند مرفوع بيد باشا راجح مرفوع به وإلا نسبة شي درستا أو سياني كوا واجب منصوب يك مستثنى بإلا لكلامي موجب يعني كلامي تامي موجب كلامي تامش أويا كان نظام لير دا إدامي لإدامة كاديجي تياتي أنا والله حضوري ذهن منيا مستثنى تام لا لكلامي تام أويا يعني مستثنى مستثنى من كل شيء ذكر كتاب ويقرأ أو صيانة يك مستثنى بإلا لكلامي تامي موجب أو كجان القوم إلا زيدا دقيقا مثال متنك أواجب منصوب دو مستثنىك مقدمة عادي قدكي مستثنىك لا كلامي تام مايا بلام منفية موجبنية وزمنا مستثنى بس مستثنى من هو بيش كوتوها أم مستثنى جو عزيب منصوبيت وكو ما جاءني إلا زيدا أحد ما جاءني إلا زيدا أحد تقول أوك زيدا مستثنى كيا لكلامي منفي دايا بس أحدنا كمستثنى من هو بيش كوتوها أودو س أوشك مستثنى كي بيت منقطع بيت مستثنى منقطع لا حجاز كان واي واجب دبي منصوب طول ما جاءني أحد مثلا إلا حمارا بلان دمينته يك دانا ك باشا مرفوع بينا نسبة شي دروستا أوج مستثنى يك لكلامي تام مايا غير موجبة مستثنى لكلامي تام مايا غير موجبة المستثنى ده مستثنى منه كويا وكو يعني منفية وكو ما جاءني أحد إلا زيد زوربة بلاي أوان لكلامي المستثنى لكلامي تام لمنفيدة لكلامي منفيدة لكلامي تام منفيدة زوربة رأيا ويا كمستثنى باجوا مرفوع ب تاولي كلا قرآن جدا عموما أوحاتوا بلا ما فعلوه إلا قليل منهم ششيان قليلون يا خوين دو ثواني دانيكيان كابن عامر قليلين يا خوين دو ثواني نسبك شي دو سبلان الرفعك قوي تر تاوكو شي تاوكو نسبك تاو أقساماتي إيما تاو بوليردا أو وقتا ما ومانا إيما إدامي بحث دين فقوله والمستثنى دي تسرسر كارمتنك كفرمي مستثنى عطف على قوله والتمييزو عطف بوصر متني درسي بيشو ترمان كوتي والتمييز وهو رفع الإبهامي زور باش والتقدير تقدير كبو بشي الملحق بي سبعة ضرب ملحق بمفعول حو باشا يك الحال دو والتمييز سي والمستثنى أو والمعنى أن المستثنى المؤخرة عفو والمعنى أن المستثنى المتصل المؤخر بعد كلام موجب والتام مشي في إضافة كأوى معناه كلامك أوى فرمود الزمخشري مستثنى متصل واتا مستثنى لجنس مستثنى منه كبيت ولدوا شوابيت يعني مستثنى منه لبيش أو مستثنى لدواوة لكلامي تام ما بمستثنى ومستثنى منه هادو يقرأ ذكر كلابن
و دواتر البته که دل مؤخر بود در دکه و که هر کلامی تام بیانی مستثنا منه که ذکر بیتون که عبارت او دگینه له کله هر چن تصریف نه گین پینه کلو او کلام دگینه بلان دیلا مو مستثنا یک متصل مستثنا كمتصل به لكلامي تام ما بيت موجب بيت وطبيعة مستثنى دو مستثنى من هو بيت أو وكجان القوم إلا زيدا القوم مستثنى من هو كيا جاءني القوم كلامي تام موجبة إسك زيدا ليرة دهاتو يجب نصبه واجبة بيت منصوب بيت بس فقوله بإلا احتراز عن المستثنى بحاشا وغيرها كفرمي مستثنى بإلا لما تنكد عز مخشير دل والمستثنى بإلا أما خو پناگرتنو كرن دروي مستثنى بحاشا وغير حاشا لوكل شرح كده توضيح من ده لدرسي بيشو تردا مما يجوز فيه غير النسبي لو صورتان ده كغير نسبان ترى درستا وقول كفرمي بعد كلام مجبين احتراز عن القسم الثاني الذي أشار إليه بقوله أو بعد كلام غير مجيبين كفرموي مستثناك بمحال وصفة لدوا كلامي موجبوا أمش باسهم خوبنا قلتن وخوب دور قلتنا لبشي دوهم كإشارة كربولاي فرمي أو بعد كلام وبعد كلام غير مجيبينها نحو ما جاءني أحد إلا زيدا أو وكو ما جاءني أحد إلا زيدا ويجوز فيه شيء الرفع والنصب كأم يعني هل فقط النصب يتدرج الرفع شيء تدرسه حتى رفع الرفع كي قوي تلا بسر شيء لا بسر نصب كي دا زر بش ونبه بقوله وإن كان الفصيح هو البدل على جواز النصب فيه مع أن الفصيح هو رفع للبدلية من أحدين جنابي زمخشري هر لا متنكدها أو هشداري دا أو أقاهي دا كفرمي هرتشن فصيح أو يك بدل بيت هرتشن دا فصيح أو يك بدل بيت يعني أم صورة مستثنى لدو كلامي غير مجاب أصلي متني المزج كفرمي وإن كان الفصيح هو البدل كتوضيح من دا أو هشداري كلاسات شبو أقاهي كلاسات ولاسات درزبوني نصب فيه لو مستثنى دا كلدو كلامي غير مجاب ما أن الفصيح هو رفع للبدلية من أحد لقال وشا كفصيح الرفع بيدان لسر بدلية كمرفوع بلسر بدلية التي للفظ أحد كبعص من كفت وإنما قلنا إن المعنى المستثنى المتصل المؤخر بعد كلام موجب يجب نصبه لدلالة قوله بعد هذا والمستثنى المقدم والمستثنى المنقطع على ذلك بوج اما معناي متني ان مزجمان اواك بتمان مستثناي متصل كالدوا مستثنى من هو بلا كلام مثبتا بواجب منصوب به چونك دلاله دكا ديجين فرمودي زمخشري كالدوا ام قال ودي كدل مستثناي مقدم ومستثناي منقطع على ذلك يعني لسر مستثناي كن كمتصل ولا كلام موجب داي ومؤخره وكو اوان واجب منصوب به مستثناي مقدم ومستثناي منقطعش واجب سبن منصوبين فاز لقالي بعد دا ديجيني كمستثنى لكلامي موجب دا دبي منصوبين چون كدالا مستثنى مقدم ومستثنى منقطع هر منصوبا وكوي بيشو وإنما لم يجوز الرفع في الأول على البدلية لأن المبدل منه في حكم السقوط كما سيجيء فلو رفع الأول على البدلية لصار تقديره جاءني إلا زيد فيلزم مجيء العالم سوى زيد وذلك محال بخلاف الثاني فإنه يستقيم ذلك فيه إذ تقديره ما جاءني إلا زيد والمعنى ما جاءني من العالم سوى زيد وذلك ممكن على بوهر لكلام من في كذا بدل درستا ما جاءني أحد إلا زيد ديبال جاءني القوم إلا زيدا لا درز بيا زيد بدل بلقوم أخوان دايواني جاءني القوم إلا زيد طلبوا رفع اللوي أول دا لسر بدل يدرز شون كان مبدل منه أو كان مبدل منه كل مثال كاد بتقوم هل كل مثال اللي بعد دا أحد مبدل منه شون كان مبدل منه ك لحكم سقوطه هل كله بدوده أو حكم سقوط ألي لا أو ندبلم إما توابع نقش تكميلي وتوضيحيان هي بعام وكنعت عطف بيان
تأكيد و ئەوانە ئەکسرە نەقشی تەکمیلیە تەوزیحیان هەیە بۆ مەتبوعەکان، بەڵام بەپێچەوانە لە بەدەلدا نەخەی مەقسوودی ئەسڵی کە حکومەکە متەوەجهی دەبێ نەخەی بەدەلەکەیە تابیعەکەی نەنگ مدلمینۆکە. بۆیە دەڵە مدلمینۆکە هەروەکەوە هەر نەبێت نیەتی تکراری عامیل هەیە. چاو ئینشاءاللە لە بەحسی بەدەلە جوان جوان بە قەولی سنهی دەڵێن قەشەنگ تەوزیحی دەدەم کە حکمی سقوط چیە لێدا بەحسیەکەین. با ئێرە ئێمە لە مستەسنا نەجاتمان ببێت لە حکمهم دلو لە حکم سقوتیانی دەبێ مدلمنۆکەی لابەری عاملەکە بێنی و سەر بەدەلەکە ئەگە ماناگە تێک نەچوو دروستە تێک چوو دروست نیە. دێ ئەگە ڕەفە بە ئەوەڵ بدرێ بە میساریەوەڵ کە دەڵێ جا ئەنی القوم و ئللا زەیدن بڵێن ئللا زەیدون باشە ڕفی پێدن لەسەر بەدەلە تەقدیرەکە ئەو لێ دێتوانێت تو ئەم جا دەبێ قومی لابەری لە میسالەکەدا جا ئەنی تکرارۆکەی لەسەر قەول لەسەر زەیدەکە بڵێ ئەڵێ چی جا ئەنی ئللا زەیدون چاولێتی ئەوە لێ دێتەوە کاتە چی پێشدێ ئەوە پێشدێ عالەم هەمووی هاتبێ زەید نەهات بێ دیتشتی وا مەحاڵە بەڵام بە پێچەوانی دووەم لە ئی دووەمدا فەئینەه ئی دووەم هەیئنەه بۆ سانێچێتەوە دووەمەکە یەستەقیم زالیکە فیه دروست دەردێ زالیکە بەدەل کە ڕەفعە پێدانەکەی فیهی لە دووەمەکەدا هەی فیهی زالیکە بۆ ڕەفعەکە دەچێتەوە کە لە مدلمنۆکەدا بێ لە حکمی سقوتابێ فیهیەکە بۆ سانیەکە دەچێتوانێ دروست دەردێ زالیکە ڕەفعە کە بنا لەسەرەوە کە بەدەل بێ و مدلمنۆ لە حکمی سقوتابێ فیهی لە دووەمەکەدا ئیستەقدیرهو مەسەلەن تووڵەی جاءنی ما جاءنی ئەحەدون ئللا چی ئللا زەیدون تو أحد لا بل جاء على سر أي تكرار وكان ضلي ما جاءني إلا زيد دو معنى درس أول معنى ما جاءني من العالمين سواء لهم عالم كزن هذا بلام زي النبي أو معنى درس وذلك ممكن هيك شيء تدانية دو مطلب ما ولا مستثنى مطلبي بعد إيمان مستثنى أو دوانا كيس إشارة ما بيدا والمستثنى المقدم نحو ما جاءني إلا زيدا أحد مستثنى مقدم يعني مستثنى ديتا بيش مستثنى من هو ليرة دا واجب منصوبة بدل يد ليرة دا دروزنية بو چونك بدل لأقسام توابع التابع بيش متبوع ناكي ودنيا يرام بي ما جاني إلا زيدا أحد دا بحل بمنصوبة ويخويني زور باشا والمستثنى المقدم مستثنى المقدم على التميمية كان رأيا جياوازا بلان الديار أما بمسابي عامي عرب نسرا وكمسابي حجازي كانوا فصيحش أوه چونك او شنانش كمستثنى منقطع عند القرآن دا عموما قراء سبع حرب نسبة خندير نواني ما لهم به من علم إلا اتباع الظن أو كلا سوري يكيان لسوري نجم دهاتو مستثنى منقطع وكو دلي ما جاءني أحد إلا حمار بوي منقطع چونك حمار لجنسي أحد نيا يتر جنسا كان فرق دكا أقول هذا هو القسم الثالث والرابع أما بشي سيهم وشوارما لب لمتني أول دا دو بشيكتن مستثنى متصل لكلام مجبى باسا مستثنى متصل لكلام منفيدة أما بشي تشوارم وصيام تشوارم ولا يجوز فيهم البدل بدل لم دوانا دا تلوزنية أما في الأول لا أول كذا كذا ما جاءني إلا زيدا أحد فلأدم جواز تقدم البدل على مدل منه شونك أقبلين إلا زيد بس بيش دي زيد بدل وبس مدل منه كيش كوتو دا أول دلوزنية وأما في سين لا إدوا مكان ما جاءني أحد إلا حمارا بويا بدل دروزنيا فلعدم الجنسية بين أحد وحمار شونك جنسية لبين أحد وحمار يعني بابا دبي بدلك أو كتيا إذا زي بدلا بدل بعض لكل دي بعض كده بيبشر بلا كل هدي كو أحد له جنسية بعصي شناك والله وإنما أتى بمثالين في النفي ليعلم أن امتناع البدل في موجبهما بالطريق الأولى بويش دودان مثالي هنا وتولي ركاندا دلال يعلم أن امتناع البدل في موجبهما بالطريق الأولى لأنه إذا كان تقدم المستثنى وانقطاعه مانعين من البدلية مع النفي الذي هو شرطها فمع الإيجاب يكون بطريق أولى دلال بويش دودان مثالي نتولي النفي كدا ها ما جاني أحد إلا حمار ما جاني إلا زيد أحد بوي بزاندريا كما نعبوني بدليات أوكا منع به بدل ل بوي بزاندري كمنع بوني بدل لموجبي أم دوهندا
بە تریق لەولاوەیە بۆ چونکە وەختێک مستەسنا پێش بکەوێ پێشکەوتنی مستەسنا و منقەتیعبوونی مستەسنا ئەم دوانە مانع بن لە بەدەلبوون لەگەڵ نەفیەک کە شەرتیەتی کە هۆ شەرتوها کە شەرتی ئەو بەدەلیەتەیە دەی لەگەڵ لە ئیجابە بە تەری قەولا دەبێت پس بە هیچ جۆرێک لە موجبەکاندا ئەو شتە دروست نییە وەختی لە مسبەتەکاندا دروستنیە ئیتر لە موجبەکاندا بە قەرار قەتی دروست نییە زۆر مەتەڵەب ئاسانە بەڵە وەختێک پێشکەوتنی مستەسنا و مۆقەتیعبوون مستەسنا مانع دەبن لە بەدەلیەت لە کەلامی نەفیدا کە شەرتی بەدەلیەتە دەی لە کەلامی موجبە هەر ئەوە باسیشی دەناکرێت قالە ئەفەرمێ وحکم غەیرین کە حکم الئیسم الواقع بعد ئیلا تەقولو جاءنی القوم جاءن القوم غەیر زەیدین وما جاءنی ئەحەد چاولێ غێر زەیدین یا غێر زەیدین دەڵە حکمی غەیر ئێستێما ومانە ئێمە لە بەحسی ئیستسنادا ئەمجا غێرس لێ بکەین غەیر ئەڵێ حکمی غەیر وەک حکمی ئیسمێک وایە کە لە دووە ئیلاوە دێت یانی ئەو ئیسمە کە لە دووە ئیلاوە دێت عرابێکی هەڵگرت دەقیقەن یعنی ئەو ئیسمە کە لە دووە ئیلاوە دێ چ عرابێک هەڵدەگرێت ئیلای لابەرین و غەیردانین عرابی مستەسناکە دەکەین دەدەین بە غەیر میسال تۆ لە جاەن قەوم غێر زەدین ئیسم کەلامە کەلامی تامە موجبە ئیلای لابەرە لە پێشەوە تۆڵەی جاءنی القوم إلا زيدا إلا زيدا پس مستثنا منصوبة إلا لا بر و غيري بينا نسبي زيدا كمستثنا كي دي بغير أي مستثنا بغير چه دبي مستثنا بغير هميشه مجرور دبي بو چون كمضافو مضاف إليه تولي جاء القوم غير زيدين چون كما إلا إلا بي مستثنا إلا سبي منصوب دبي ولو شاء لك كلامي من فدا ما جاءني القوم ما جاءني أحد غير زيدين يا غير زيدين بو چونکە مستەسناکە هەم دروستە منسوب بێ هەم دروستە مەرفوع بێ توش بە هەردوو جۆر چیە دەیخوێنیتەوە زۆر قاعدەیەکی ئاسان وەخەن ئاسان کە هەیە بەڵام لە تەطبیقا ئینسان شاید ئیشکالی ببینە ئاو مەتڵەبەکە ئاسانە کاکە مستەسنا بە ئیلا دەقیق ئەو قاعدەکەیتی چ عێرابێکی بوو کە غەیرت هێنا عێرابی مستەسنا بە ئیلاکە دەدەی بەغێر ئەی ئەو مستەسنایە بەغێر کە ئیستسنا دەخوا ئەو چی ئەو هەمیشە چیە مەجرورە بۆ چونکە غێر ئیزافە دەکرێ بۆ لە أقول قد عرفت أن المستثنى بغير واجب الجر توزاني لو كش كمستثنى بغير واجبة بيت مجرور بيت وأما نفس غير أما خد غير جي فحكمه حكم الاسم الواقع بعد إلا حكمي غير حكمي اسمك كالدواء إلا واقع دبي شون ففي كل موضع كان المستثنى بإلا واجب النصب كان المستثنى بإلا واجب النصب يكون غير واجب النصب أيضا لهر شوين كان مستثنى بإلا واجب منصوب بيت غير واجب بيت منصوب بيت وحيث ما كان جائز النصب يكون غير كذلك لهر شوين كان دروس منصوب بيت غير شوية تولي جاءني القوم غير زيدا بالنسبي كما قلت جاءني القوم إلا زيدا شو مثل زيدا لدواء إلا ويا لكلامي تام موجب دا حتى مواجب منصوب به دي إلا إلا بل وغيري بنا إعرابي مستثناك لدين بغير وتقول ما جاءني أحد غير زيد وغير زيد بالنسبي والرفعي مثلا كما قلت ما جاءني أحد إلا زيدا أو بإستثناء ديالي إلا زيدا دي إلا إلا بل دتوين بلي غير زيد غير منصوب به وإلا زيد نما بدل ديكينا بدل بعض لشي لأحد بدل بعض لكل ديلي لك أنا جاك غير بيني نجي غير لدلين ما جاءني أحد غير زيدين قدك وتقول ما جاءني غير زيد أحد بالنسب كما قلت ما جاءني إلا زيد أحد إما لكلامي لكلامي موجب من في داية بلا مستثنى بيش دكيوت وهي كما مستثنى بيش كو قلت من حتما واجب مستثنى منصوب بيت دي غيرش ما كهنا لم صورة دا منصوب دا بي تولي ما جاءني غير زيدين
أحد بنسبة، كما قلت ما جاءني إلا زيدا أحد، وتقول ما جاءني أحد غير حمار بالنسب أيضا. لما صنع من قطع أخر ما مستثنى من قطع منصوبة ديك منصوبة الشويني كي جاك مستثنى من قطع بغير أداة بكرة غير منصوب به. تفضلي ما جاءني كما قلت ما جاءني أحد إلا حمارا كم مستثنى من قطع فص إلا إلى بغير بين دلي ما جاءني أحد غير حمار أو بحسي مستثنى قناعت به شتێک دەڵم نەبێتە خدا نەخواسە فخر و جۆرە خۆ نەخواسە غرور خوا بە دوورمان کە لەو ڕەزالەتانە ئەم بەحسێ من لە فەقیتیە پێوەی گرفتار پێوەی یعنی واقعان زۆر پێوەی گرفتار بین زۆر پێوەی مشکل ما بوو لەگەڵ ئەم بەحسەدا بە دەلیلی ئەوەی داخەکەی داخم هەر ئەم کتێبانە بوون و ئەو تەوزیحاتانە کەوا زۆر زەروری و لازم من باوەڕ کە مستەعیدەکانمان پێیان دەکوتین ئەکسەر کێشەمان بوو زۆر بەداخەوە نەمانتوانی و ئیسفادێکەوە شایان و لازمە کێمە چییە ئەو ئیسفاادە بکەین جا هەر بۆیت خوا داوا دەکەم ئیسێ بە تەوجبەوەکە کەسانێک دەخوێنن لە خدای تەبارەوە تەعالی بەزێر بێ سەوادی باشیان هەیە مەسەلەن تەماشا دەکەی دیپلۆم فەوقە دیپلۆم باڵاتر خواردتر تخوا ئەو شتانن جوان وەربگرن و جوان فێری ببن و إن شاء الله أخوي قولا بكاتا معي سعادة بهم ولا أكمل والأخوي قولا دعوة كارم كأخوي قولا لبركتي أم علما خواهي لا أكمل محروم كات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.